الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على الآيتين السابقتين في بيان القبول، وأن قبول لا إله إلا الله وقبول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من شروط لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله ولم يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة، ولم يقبل هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقبل ما جاء في كتاب الله من عقيدة وشريعة وأخلاق وسياسة واقتصاد، ولم يقبل كل ذلك، والتمس الهدى في غير كتاب الله وفي غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينفعه كلمة لا إله إلا الله، أي التكلم بكلمة لا إله إلا الله كلمة جوفاء غير نافعة، لا بد من القبول والإذعان. يبين ما جاء في الآيتين الحديث العظيم الذي بين أيدينا. يقول المؤلف: ومن السنة، أي الدليل من السنة على أن القبول شرط للا إله إلا الله، نحن نعدد شروط لا إله إلا الله، ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الهدى والعلم والنور والرحمة، شبه بالمطر الغزير الذي ينزل بغزارة وهو ديمة لا ينقطع ولا يجرح الأرض. هذا المطر الكثير إذا أصاب الأرض تنقسم الأرض إلى ثلاثة أقسام: قسم أرض طيبة قبلت الماء وشربت ورويت فأنبتت العشب الكثير فحفظت بعض الماء على ظهرها كالغدران التي تبقى في الأماكن المنخفضة بعد السيول لينتفع بها الناس. انتفعت هذه الأرض الطيبة بالمطر بالماء، شربت فرويت فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وانتفع به الناس أي بهذا العشب وبهذا الخير وبآثار هذه الرحمة في أنفسهم وأموالهم، وسقوا وزرعوا وانتفعوا. أولا هي انتفعت ثم نفعت. قلوب عباد الله حيال ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كهذه الأرض، من القلوب ما هي بمثابة هذه الأرض الطيبة، قلوب تقبل الهدى والنور والعلم، ويوفق الله أصحاب هذه القلوب فينتفعون بهذا العلم فيعملون به، ثم ينفعون غيرهم بالدعوة إلى ما علموا وعملوا به. هذه القلوب خير قلوب العباد. الطائفة الثانية من الأرض أرض صلبة قوية ليست ربوة منخفضة، أمسكت الماء ولكن ليس فيها قوة الإنبات، فيها قوة الحفظ، تحفظ الماء ولا تضيع، لا يضيع الماء في بطنها ولكن يحفظ الماء على وجهها
وينتفع الناس بهذا الماء. قلوب تقبل الهدى والعلم والنور، ولكن لا يوفق أصحابها للعمل بهذا العلم وبهذا الهدى، ولكن ينتفع الناس بعلمهم وإن كانوا هم في حد أنفسهم لا ينتفعون، كتلك الأرض الصلبة القوية التي تحفظ الماء على وجهها وهي ليس فيها قوة الإنبات ولكن فيها قوة الحفظ، فحفظت الماء وانتفع الناس بهذا الماء في أنفسهم ومواشيهم. القسم الثالث: أرض هي كيعان، أرض هي سبخة أو رمال، لا تمسك الماء ولا تشرب فتنبت ولا تحفظ الماء على ظهرها، ولكن الماء يضيع في بطنها في تلكم السبخة في الرمال يضيع، وهذا أكثر قلوب العالم. ويقول العلامة ابن القيم، وهذا لا ينطبق إلا على الكفار، والمسلم مهما يكن لابد أن يحصل له شيء، يحصل لديه شيء من الاستفادة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من العلم والنور والهدى، قل أو كثر، عمل أو لم يعمل، وعلى الأقل يحفظ ذلك العلم فيبلغه لغيره فينتفع به ذلك الذي يبلغه، يحصل منه شيء من الانتفاع. أما الذي يكون بمثابة الرمال والأرض السبخة التي لا تنتفع بالماء ولا ينتفع الناس بالماء الذي وقع على هذه الأرض، أمثال هؤلاء في الغالب الكثير هم الكفار والمنافقون. وعلى كل، هكذا بيّن رسول الله عليه الصلاة والسلام في جوامع كلمه أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام بمثابة ذلكم المطر الغزير، وأن القلوب حيال هذا المطر الغزير والخير الكثير تنقسم القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهذا هو الواقع. ومحل الشاهد قلوب لم تقبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والقبول شرط للا إله إلا الله. لو قالوا لا إله إلا الله تقية أو مجاملة أو مداراة للجهة التي يعيشون فيها ولم تقبل قلوبهم للا إله إلا الله ولم تقبل قلوبهم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما نفعهم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن القبول من الشروط الأساسية. هكذا تنتهي شروط لا إله إلا الله بأدلتها، فعلى شبابنا أن يحفظوا هذه الشروط بأدلتها، بل علينا جميعا أن نحفظها ونحاول تطبيقها على أنفسنا. وكلما رأيت في نفسك نقصا حيال أي شرط من هذه الشروط راجعت نفسك وراجعت إيمانك لتعلم بأن الإيمان يزيد وينقص، وتخاف على نفسك من النفاق. الذي لا يخاف على نفسه من النفاق لم يعرف الإسلام حق المعرفة، كل إنسان عرضة للنفاق. لذلك ينبغي أن يرجع الإنسان دائما هذه الشروط بأدلتها، ويحافظ على إيمانه، ويحاول أن يزيده بطاعة الله تعالى وإكثار الذكر وإكثار تلاوة كلام الله تعالى بتدبر وتعقل. هكذا نسأل الله لنا ولكم الثبات
على فهم هذه الشروط وتطبيقها. نعم. نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام عشر. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذكر لغير الله تعالى ومن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وصائف يدعوه ويسأله الشفاعة ويتوكل عليه قطع إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدى الله هدى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. أن من اعتقد نعم أن من اعتقد أن غير هدى الله هدى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغين على حكمه فهو كافر. العنوان الجديد للدرس نواقض الإسلام. قد يكون هذا العنوان غريبا لدى بعض الناس، ولعل بعض الناس لأول مرة يسمع، وكل ما في الأمر تغيير في التعبير وليس بأمر جديد. نواقض الإسلام تلك الأمور التي يذكرها الفقهاء في جميع المذاهب في أواخر كتب الفقه: باب الردة عن الإسلام أو أسباب الردة عن الإسلام. تلك الأسباب التي يعددها الفقهاء لا يخلو كتاب من كتب المذاهب في أواخر المطولات من ذكر أسباب الردة أو باب الردة. تلك الأسباب هي التي سماها بعض المصلحين من المعاصرين، سماها نواقض الإسلام، لأن هذا العنوان يثير الانتباه. إذا عرفنا نواقض الوضوء ومعرفة نواقض الوضوء أمر لا يشك فيه، لأن من لم يعرف نواقض الوضوء قد ينتقض وضوءه فيسلم. إذن معرفة نواقض الوضوء من الأهمية بمكان للمسلين، والمسلمون كلهم مسلون، فنواقض الإسلام أهم من نواقض الوضوء، لأن من انتقض إسلامه لا عمل له، لا يقبل منه أي عمل. إذن لابد من معرفة نواقض الإسلام وتحقيق هذه النواقض وعرضها على الكتاب والسنة وفهمها، ثم الاستعانة بالله في عدم الوقوع فيها. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. من أين أخذت ومن أين أخذ هذا الحصر وهذا العدد؟ بالاستنباط والاستنتاج والاستقراء. معنى الاستقراء: إذا تتبعنا نصوص الكتاب والسنة لنبحث من نواقض الإسلام تنحصر في هذه أو في هذا الرقم، وإن فصل من فصل فهي في الأصل لا تخرج من هذا. ومن أراد أن يجرب من طلاب العلم عليه أن يجتهد ليدرك بنفسه، لا يكون مقلدا. إذن فلنفهم أولا هذه النواقض ولندرسها، ومن حيث العدد فليراجع طلاب العلم ما لديهم من المراجع من الكتب التي تتصل بعلم التفسير بعلوم القرآن والسنة حتى يتأكد من صحة ذلك. إنما الذي لا ينبغي الاستعجال،
يستعجل بعض الشباب إذا سمع شيئا جديدا استنكر، وإذا سمع ذكر واجبات الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة يقول من أين لكم هذا التقسيم؟ من أين لأهل العلم هذا التقسيم؟ الجواب: من العلم والدراسة والفحص في الأدلة. ادرس وتعلم، لا تبدأ عملك بالانتقاد. النقد بعد العلم، العلم قبل القول والعمل. الأول الشرك في عبادة الله تعالى، في عبادة الله، في شعائر العبادة، في عبادة الله تعالى، في المتابعة والطاعة، داخل في عموم عبادة الله تعالى، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على بالشرك، لمن مات مشركا لا غفران له. انتبه، لا ينبغي أن تفهم أن من أشرك بالله لو تاب إن الله لا يغفر له. إن فهمت هذا ففهم خاطئ. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، لمن مات مشركا شركا أكبر. هنا المراد بالشرك الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر من مات عليه فهو حكم وحكم عصاة الموحدين، من جرت عادة بلده وتقاليده الحلف بغير الله فيحلف، ليس لديه تعظيم للمحلوف به والخضوع له والتذلل له، ولكن جرت عادة الناس في البيئة التي نشأ فيها في الحلف بغير الله فيحلف. الحلف بهذا المعنى من الصغائر، إلا إذا انتقل إلى الشرك الأكبر بقرائن وبمعان تقوم بقلب الحالف بغير الله، كالرياء الخفيف وقول الإنسان ما شاء الله وشئت، إلى غير ذلك من الأمور التي عددها أهل العلم أنها من الشرك الأصغر وذريعة من ذرائع الشرك الأكبر. من مات على الشرك الأصغر كمن مات على كبيرة من الكبائر فحكمه إلى الله، لا يقال إنه لا يغفر له. الذي لا يغفر له من مات كافرا أو مشركا شركا أكبر ينقل عن الملة، كمن مات وهو يستغيث بغير الله ويعظم غير الله ويتذلل لغير الله ويشرك بالله سبحانه وتعالى شرك المحبة أو شرك التشريع، هؤلاء كفار. من مات على ذلك لا يستغفر له ولا يغفر له. أما الشرك الأصغر فمن قبيل الكبائر، فليفهم هذا جيدا. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هؤلاء الذين تحرم عليهم الجنة من ماتوا على الشرك الأكبر وعلى الكفر، بعد ذلك لا يجوز لمسلم أن يستغفر له أو يترحم عليه، لأنه مات على الكفر وله أن يلعن. أما في حياة الكافر، الكافر المعين، لا تلعنه، لك أن تلعن بالجملة، فلعنة الله على الظالمين، على الكافرين، على المنافقين جائز. أما لعن معين، كافرا كان أو مشركا شركا أكبر أو منافقا، لعن المعين لا يجوز، ذلك لأنك لا تدري بما يختم له، قد يكون اليوم مشركا كافرا منافقا فيمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام وأنت لا تدري. لذلك لا يلعن الكافر المعين والمنافق المعين
والمشرك المعين ولكن بالجملة. ومن مات على النفاق، النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي، ومن مات مشركا شركا أكبر وأنت تعلم ذلك، ومن مات كافرا، هؤلاء لا يجوز أن تشك في كفرهم، ولا يجوز أن تكف عن الاعتقاد بأنه من أهل النار تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. الناقض الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، عفوا، يقول الشيخ: ومنه أي من الشرك، من الشرك بالله تعالى أذبه لغير الله، كمن ذبح للجن أو للقبر. من ذبح للجن عبادة له خوفا منه طمعا فيه اتقاء شره كفر بالله، ومن ذبح للقبر طامعا في غفران صاحب القبر وفي أن صاحب القبر ينفعه أو يضره إن لم يذبح له، جعل له نذرا، لو لم يذبح هذا النذر عند قبر الشيخ يؤثر في مواشيه أو في رزقه. من وصل إلى هذه الدرجة من الاعتقاد الجاهلي فهو كافر، لا فرق بينه وبين الكفار الأولين. اعتقاد كثير من الناس بأن الشرك انتهى مع انتهاء كفار قريش، هذا في الواقع أمر غريب وتلبيس على الناس. يعني الشرك معلبات لها تاريخ الانتهاء؟ هل تنتهي بعد ذلك ما في شرك؟ لا. لا فرق بين من أشرك في صدر الإسلام وبين من يشرك اليوم. لو أن إنسانا ما كما هو الواقع اعتقد في شيخه أنه يضره وينفعه ويعلم ما في نفسه، يدعوه ويستغيث به، فإذا سافر ودعه طالبا منه السلامة والعودة بالسلامة، فإذا عاد بسلامة الله لا بسلامة الشيخ نسي الله وشكر الشيخ وذبح له، لأنه رجع بسلامة الشيخ في زعمه. هل هذا مسلم؟ يعني يكون يلبس جلابية ويلبس عمة، أن هذا الشرك لا يؤثر فيه الذي كان يؤثر في الأولين أو انتهى تاريخه؟ هذا غلط. لا ينبغي لطلاب العلم أن يلبسوا على الناس ويقولوا الشرك انتهى. الشرك لا ينتهي، ليس له تاريخ الانتهاء. هذا العمل شرك، والنذر والذبح للجن وللقبر وللأشجار والأحجار كل ذلك كفر بالله ومن نواقض الإسلام. الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فذلك كفر إجماعا. من يتخذون وسائط ويزعمون أنهم هم الذين ينفعونهم عند الله، ويزعم الزاعم منهم أنه ليس مؤهلا لأن يدعو الله مباشرة، بل يجعل وسائط بينه وبين الله، هذا شبه رب العالمين بملك من ملوك الدنيا، الذين لا يعلمون عن حال الشعوب إلا بواسطة الأمراء والوزراء والوجهاء المقربين إليهم، بواسطتهم يعرفون حال الشعوب فيخدمونهم فيقدمونهم لهم ما يحتاجون. الله رب العالمين ليس بحاجة إلى وزير أو معين أو وسيط، هذا إساءة الظن برب العالمين وتشبيهه بهذا المخلوق الضعيف. ومن يتوكلون على غير الله، وهذا كثير جدا في من يتربون في أحضان الصوفية، توكلهم على مشايخهم
اعتمدوا عليهم اعتمادا كليا ادخروهم ليوم القيامة، ويعلن بذلك أنه ما اتخذه شيخا إلا لليوم العظيم. يا سبحان الله، من وصل إلى هذه الدرجة انتقض إسلامه فلا إسلام له. فليفهم هذا جيدا لأنه من الأمور الواقعة. الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. من علم ما وصفنا الآن من وقوع الشرك الأكبر من بعد الناس، وأن عبدة الأضرحة يشركون بالله الشرك الأكبر بالاستغاثة والذبح والنذر، وأحيانا السجود على عتبة الشيخ، فإذا قيل له يقول: لا، ما سجدت للشيخ، سجدت لله على عتبة الشيخ محبة للشيخ. انظروا إلى هذه الفلسفة الشيطانية، يسجد على عتبة الشيخ متوجها إلى الضريح، فإذا قيل له يقول: لا، ما سجدت للشيخ، المسلم لا يسجد إلا لله، ولكن سجدت لله تعظيما للسيد ولم أسجد للسيد. هذا التعظيم هو الشرك من حيث لا تشعر، وهذا من الأمور الواقعة يتساهل كثير من الناس في أمثال هؤلاء، بل تساهل كثير من المنتسبين إلى العلم في هذا النوع من الشرك، والذي أوقع العوام في الشرك. يرى الشيخ من يطوفون بالأضرحة ويقدمون النذور ويقبلون الضريح، فإذا سئل الشيخ: لماذا تفعل الناس هذا الفعل؟ يقول: لا، ليست هذه عبادة، هذه من محبة الصالحين، من التوسل بالصالحين. يفسر الشيخ الشرك بمحبة الصالحين. إذن هؤلاء المساكين في ذمة هذا الشيخ، هذا الذي يفسر لهم الشرك بالتوسل ومحبة الصالحين، فهو يقع في الشرك لأنه يعلم تماما، لأنه متعلم ليس بعام، يعلم، ولكنه يتملق ويتحبب إلى هؤلاء المساكين لينال ما يريد أن ينال. الله مطلع على نيته. الرابع: من اعتقد أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر، كافر بالإجماع، إجماع من يعتد بإجماعه لا إجماع كل الناس. الذي يعتقد أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كان محدودا، كان صالحا في العصر الماضي في الأمة التي بعث فيها، أمة تحتاج إلى صلاة ذات ركوع وسجود، أمة لا تفهم إلا الزكاة ذات المقادير، أما وقد تقدمنا قمنا الليالي وصمنا النهار، فسقطت الصلاة ذات ركوع وسجود والزكاة ذات المقادير، فيفسر كل ذلك بمعان أخرى غير هذه المعاني، ويرى إن ذلك انتهى، واليوم هذا هو الأفضل، بل هذا هو الصحيح. كافر كفرا بواحا. ومما أبشر به الحضور: من أفتى بهذه الفتوى قتل ردة. ولكن أمثاله كثيرون الذين يحكمون حكم الطواغيت، أي القوانين الوضعية المستوردة أو المحلية أو العادات والتقاليد والسلوم، الذين يحكمون هذه الأشياء ويتبعونها ويفضلونها على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء كفار كذلك الذي وصفنا بأنه قتل ردة. هؤلاء كلهم مرتدون، قتلوا أو لم يقتلوا.
لأن من فضل أي حكم على حكم الله تعالى وعلى ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالإجماع، ولو اعتقد أنه ليس بأفضل منه ولكنه أحسن وأليق وأنسب، لأن حكم الشريعة الأحكام الشرعية في هذا الوقت وإن كانت حقا وأفضل من الأحكام الوضعية لكنها غير مناسبة لهذه الشعوب المتطورة التي تحاول أن تساير ركب الحضارة. إذن استيراد القوانين المرنة التي ليس فيها قص الرقبة أو قطع اليد أنسب، كافر كفرا بواح. ولو اعتقد مجرد الجواز يجوز كافر، تقدم هذا التفصيل غير مرة، وهذا من نواقض الإسلام، وما أكثر نواقض الإسلام ومن يقعون في نواقض الإسلام. وما يسمى بالحياة البرلمانية ومجالس الشعب ومجالس الأمة كلها من هذا القبيل، لأنهم كلهم أحسنهم حالا من استباح، أحسن هذه المجالس من لم يقل أفضل من حكم الله ولكن جائز نظرا لمصالح الأمة. هل أنتم أعلم بمصالح الأمة من الله؟ من اعتقد أن مصالح الأمة تقتضي ترك الأحكام الشرعية ووضع أحكام وضعية من عندهم يضعها الدكاترة الذين يتخرجون من كلية القانون لا يستوردون من الخارج، يقولون نحن رجال وهم رجال، لماذا نستورد بل نحن نضع من عند أنفسنا؟ نقول لهم لا فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي، الكفر كله كفر، كل ذلك كفر وردة، سواء وضعتم القوانين من عند أنفسكم أو استوردتم من الخارج الحكم لا يختلف. الطواغيت جمع طاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، حد العبد ألا يعبد إلا ربه وألا يطيع إلا ربه وخالقه وألا يتبع إلا شرع الله. ومن تجاوز هذا الحد بأن عبد غير الله بالاستغاثة والنذر والذبح أو عبد غير الله باتباع حكمه وطاعته، كل ذلك من الطواغيت أو من الطغيان من مجاوزة الحد، وكل ذلك من نواقض الإسلام. نعم. الخامس، من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلي به كفر. السادس، كلها من أعظم ما يكون خطرا وأخطر ما يكون وقوعا،
قال المؤلف رحمه الله: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به، كان أصيب بمرض في قلبه، مرض النفاق، يكره بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يكره مثلا صلاة الجماعة لا يرى، يرى كل إنسان يصلي كما يريد في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، يكره هذا التجمع، يكره أي شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن من الفرائض ولو كان سنة. إذا أبغض شيئا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وكره، سواء كان ذلك فرضا أو واجبا أو سنة، فذلك كفر بالله، لأن كراهة ذلك يجره إلى كراهة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم محبته. فمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعبة عظيمة من شعب الإيمان. من أصيب في قلبه بشيء من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم محبته وعدم توقيره، ما حصل ذلك إلا لخراب في قلبه، وذلك الخراب هو الكفر، وذلك الخراب هو الذي جعله يكره بعض التعليمات الإسلامية وبعض الشرائع وبعد الفرائض وبعد السنن. قد يعمل بذلك مجاملة للناس ومداراة، كما كان المنافقون كانوا يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وهم كفار في قلوبهم، لكنهم يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام مجاملة ونفاقا. من حصل منه شيء من هذا فهو كافر، وإن كنا لا نبحث أما في القلوب، لكن إذا ظهرت علامات تدل على بغض أو أعلن ذلك وتكلم بذلك يحكم عليه بالردة. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو ثوابه أو عقابه، إما بشيء من الدين كما قلنا واجبا أو ركنا أو شرطا أو سنة، ولو سخر من المسواك يرتد المسواك، ولو سخر من عفاء اللحية يرتد، لو سخر من الثوب القصير يرتد. فليفهم جيدا، الأمر ليس بالأمر الهين، لأن المسألة تعظيم شرع الله، تعظيم الله وتعظيم شرع الله وتوقير من جاء بهذه الشريعة. من استخف وسخر بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى هذه الدرجة إلا لخراب في قلبه. يقول العلامة الإمام ابن تيمية: حقيقة الكفر خراب القلب، يعرف ذلك من تصرفات الإنسان، من مواقفه، من فلتات لسانه، يعرف خراب قلبه، وذلك هو الكفر. والسخرية كثيرة يقع فيها بعض الناس من حيث لا يشعرون، كالذين يسخرون كثيرا ما نسمع من اللحى، وأنه شعر لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني، هذه كفر، هذا كفر وردة لا ينبغي التردد فيه. من يشك في كفر من يقول هذا فهو يكفر، لأنه لم يكفر كافرا. من بلغت به الوقاحة إلى درجة أن اللحية لو كان فيها خير، هذا الشعر لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني الذي يستحي الإنسان من ذكره، وهو يعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية وأنه أمر بعفاء اللحى، مع علمه كل ذلك وسماعه ووجود الرسائل المنتشرة اليوم بين الناس في هذا الحكم، إذا بقي على هذا على هذه السخرية وهذا الاستهزاء
وأنه يرتد عن الإسلام. السابع السحر. السحر تعلمه لا يتم إلا بالكفر، ليس العمل فقط، تعلم السحر لا يتم إلا بالكفر أبدا. من تعلم السحر قد كفر. السحر أمر خفيف، سيأتيك الدليل. سمي سحرا لخفته، أمور دقيقة جدا لا يدرك إلا أهلها. من أنواع السحر لتدركوا الصرف، الذين يحاولون أن يصرف الرجل عن امرأته أو المرأة عن زوجها، أو يصرف الرجل عمن يحبه، هذا الصرف نوع من السحر، وهو منتشر في البوادي، في كثير من البوادي. وكذلك العطف الذي يحاول أن يجلب للمرأة حب زوجها أو العكس، كل هذا من أنواع السحر. والدليل قوله فمن فعله أو رضي به كفر، فمن فعله أو رضي به كفر. الدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا تكفر، لأن تعلم السحر كفر قبل أن يكون العمل كفرا، تعلمه كفر كما قلنا. ومن أصيب بسحر لا ينبغي أن يذهب إلى الذين إلى السحرة ليحلوا ذلك السحر. إن طلبت من الساحر أن يحل السحر بالسحر تشاركه في الكفر، لأنك رضيت بهذا الكفر. إنما السحر يقع كما أن العين حق، والسحر كذلك نوع من الأمراض، مرض من الأمراض. سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينكر ذلك إلا ملحد. الذين ينكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر قد يرتدون إذا أصروا على ذلك، لأن في ذلك تكذيب لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أصيب بالسحر إن كان قويا الإيمان فليحل بالمعوذتين، لأن عندما سحر النبي عليه الصلاة والسلام إنما حل السحر بالمعوذتين، إن زدت على ذلك سورة الإخلاص وما تيسر من القرآن والأدعية وحللت بذلك أو أدوية بالتجربة ثبتت لا بأس. أما محاولة حل السحر بواسطة السحرة وبعمالهم دعوة إلى الكفر ومشاركة في الكفر، كل ذلك غير جائز. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرتهم وتقويتهم بما لديك من سلاح ورأي وعمل، والتعاون معهم ضد المسلمين، ذلك أولا فيه ولاؤهم ومحبتهم، ثم التعاون مع الكفر ضد الإسلام والمسلمين، وذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، إذ يقول الرب سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية وما في معناها كلها في الموالاة والمحبة، والمظاهرة أثر من آثار الموالاة والمحبة والحب والتعاون. ولا يدخل في عموم هذا تعاملهم، التعامل شيء والتعاون شيء آخر. التعامل مع الكفار شيء، ومظاهرتهم ومواداتهم وموالاتهم أمر آخر، بينهما فرق كبير. التعامل معهم في البيع والشراء والقرض والاستقراض
والاستعانة بمصانعهم وبأسلحتهم وبأموالهم هذا أمر جائز كان واقعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار الذين كانوا يعيشون هنا مع المسلمين في ذلك المجتمع المثالي. يوجد في أول الأمر اليهود كما يعلم الجميع ويوجد المنافقون المسلمون يكرهونهم بقلوبهم ولكن يعاملونهم معاملة دنيوية يبيعون معهم ويشترون معهم يقرضونهم ويستقرضون منهم. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في طعام، وهذا التعامل لئلا يخطئ بعض الشباب التعامل شيء والتعاون والموالاة والمحبة والرضا والمظاهرة شيء آخر، هذه كلها من الأمور الكفرية، لكن التعامل معهم مع أشخاصهم ومع مصانعهم أمر عادي أمر دنيوي جائز، إذ ليس في ذلك حبهم أو مودتهم. إنما ذكرت المصانع لأن هذه المصانع المتطورة الآن التي يحتاج إليها المسلمون لكونهم قصروا أنهم لم يتعلموا كما تعلم الكفار ولم يوجدوا المصانع كما أوجد الكفار، اضطروا الآن اضطرارا إلى التعامل مع تلك المصانع ومع تلك الأسلحة المتطورة. هذه المصانع بمثابة تلك الدكاكين والحوانيت التي كانت هنا في المدينة لليهود التي كان يستعملها ويستخدمها المسلمون، سيوفهم وسكاكينهم وخناجرهم وحلي نسائهم كانت تعمل بأيدي اليهود وفي دكاكينهم وحوانيتهم، وتلك الدكاكين الحوانيت تطورت إلى أن أصبحت اليوم تلك المصانع. لا فرق بين هذه المصانع المتطورة وبين تلك الدكاكين والحوانيت التقليدية على حد سواء، أي كما كان أولئك يستعملون تلك الدكاكين الحوانيت ويجلسون أمام الساغة والحدادين يعملون لهم سيوفهم وسكاكينهم، إن استعملنا نحن اليوم واستخدمنا واحتجنا إلى مصانعهم وخبرتهم مع العلم أننا نكرههم ولا نواليهم ولا نوادهم، ليس ذلك من باب الموالاة ومن باب المظاهرة في شيء أبدا، فليفهم هذا جيدا. كلها طوارئ. التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. أولا، هل كان خضر في شريعة موسى حتى خرج عليه؟ لا، هذه من المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس. خضر ليس تابعا لموسى، نبي مستقل له شريعته، موسى لا يعرف شريعته، لذلك هذا التمثيل من كثير من الناس هذا ما يقع فيه كثير من مشايخ الطرق اليوم في اعتقادهم حسب تعريفهم إن العارفين بالله، انظروا إلى هذا التعبير العجيب، إن العارفين بالله يسعهم إذا وصلوا، العارفين الواصلين، العارفون يوصفون بأنهم واصلون، العارفون الواصلون إلى الله يستغنون عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فينظر الواحد منهم في اللوح المحفوظ هكذا فيأخذ التعليمات رأسا من اللوح المحفوظ بدون حاجة إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الزنادق كفر خرجوا على محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بما يقولون وأشهد أن محمد رسول الله. من يشهد
بأن محمد رسول الله يجب أن يعتقد أنه لا سبيل له إلى الله إلا من طريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما شريعة المتسوفة الجديدة التي أحدثت بعد القرون المفضلة التي تصل أحيانا إلى وحدة الوجود كدين ابن عربي وابن الفارض، هؤلاء كفار مارقون، وإن قالوا إنهم واصلون وليسوا بواصلين ولكنهم مارقون من الإسلام، ليسوا من الإسلام في شيء. إذن بعث محمد عليه الصلاة والسلام عبث أو لقوم معينين أو للعوام، هم يقولون هذه الشريعة للعوام، يقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة، الشريعة للعوام والحقيقة للخواص. وهل تدرون من هم الخواص؟ مشايخهم الواصلون في زعمهم إلى الله، الذين استطاعوا أن يعرفوا كل ما في اللوح المحفوظ. هؤلاء كفرة مارقون عن الإسلام، ليس في الدين حقيقة وشريعة أو ظاهر وباطن، بل الرسل كلهم جاءوا بالشريعة بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن الله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا. أما في أصول الدين كل الأنبياء جاءوا بأصل واحد، ومن خرج على دين الأنبياء ولم يسعهم دين الأنبياء لا يسعه إلا الكفر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن الدين كليا، لا ينشئون مدارس دينية أو للغة العربية، التعليم كله تعليم علمي كما يقولون، أو اللغة الأجنبية، كل الاجتهاد وكل البذل في تعلم العلم وتعلم اللغة الأجنبية، والدين لا يتعلم فضلا أن يعمل به. كيف يعمل به وهو لم يعلم؟ إذن الواجب أولا لنكون مسلمين أن نتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الذي لم يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعلم ولا يعلم ولا يدعو إلى ذلك. تعلمه وتعليمه وديدنه حول اللغات الأجنبية وحول ما يسمون بالعلوم. هؤلاء أعرضوا عن الإسلام كليا، اكتفوا من الإسلام بشهادة الميلاد، الديانة مسلم، هذا يسمى الإسلام الرسمي. أما الإسلام الحقيقي أن تتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا العلم الذي هو فرض عين. العلم علمان، فرض عين وفرض كفاية، ما يصحح عبادتك، ما تعرف به ربك ودينك ونبيك، وما يصحح عبادتك لربك ومعرفتك لنبيك، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا يسأل أحدا ترك ذلك. الإعراض عن هذا العلم الذي هو فرض عين يعتبر ردة، لأنه أعرض إعراضا وترك، وكيف يعمل بما ترك وعرض عنه؟ أما التوسع في العلوم الدينية وخصوصا في باب العقيدة لمعرفة الشبه التي تعرض على طلاب العلم حتى يستطيع يرد الشبه عن الإسلام شريعة وعقيدة، هذا اسم من العلم فرض كفاية. وجد في المسلمين أفراد من العلماء تبحروا وتمكنوا وعلموا كيف يردون الشبه، سقط الإثم عن الآخرين وإلا يأثم الجميع، هذا معنى فرض كفاية. الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلم ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. كثيرا ما تدعو الناس إلى الدين ويقول نحن مسلمون لسنا بكفار، ولكن نرى
أن نستعمل الأدلة العقلية لنجمع بين المعقول وبين المنقول، هذا في باب العقيدة. يقول نحن لا نكفر بالقرآن كفرا، ولكن نرى إن أدلة القرآن ظنية غير قطعية، فلنكمل هذا الدرس إن شاء الله يوم الجمعة بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.